مما نظمه المغرب وما زال يحفظ في المغرب وفي موريتانيا قافية ابن الونان، هذا بعد اليوسي ب يعني يمكن نحو 100 سنة. هذا معروف بابن أبي الشمقمق، هو ابن الونان على لقبه وكنيته، لكنه اشتهر بابن أبي الشمقمق لأن أباه وكنيته أبو الشمقمق كان من جلساء السلطان أحد السلاطين العلويين، وكان من علمائهم اسمه سيدي محمد بن عبد الله، فله كتب مطبوعة في الحديث وفي العقائد. يقول هذا كان أبوه يعني نديما للسلطان، فلما مات أراد ابنه أن يفد على السلطان، فلما تتركه الحاشية يقرب من السلطان، مشكلة كيف يصنع؟ فعلم أن السلطان له يوم يخرج فيه يعني يمشي بين الناس، فلما جاء ذلك اليوم صعد فوق رابية عالية ينتظر مجيء السلطان، فلما مر السلطان رفع هذا ابن أبي الشمقمق صوته جاهرا يقول: يا سيدي سبط النبي أبو الشمقمق أبي. فسمعه السلطان فدعاه، فلما أتاه أنشده هذه القصيدة قافية طويلة جميلة جدا، وحوت رصيدا أدبيا هائلا، بحيث أن أكثر أبياتها إذا لم تكن عالما بالقصة التي يشار إليها لا تفهم ما يقول. يبدأ أيضا على لسان العرب يريد أن يبين أنه وإن أتيه الدار عن جزيرة العرب فلم ينأ به اللسان، بل لعله أشد عربية من كثير من أهل الجزيرة. يقول: هو مهلا على رسلك حادي الأينق، ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي، وما أتلت تذرع كل فدفد أذرعها، وكل قاع قارقي، وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة، وكل أبرق مجاهل تحار فيهن القطا، لا دمنة لا رسم دار قد بقي، ليس بها غير السواف والحواصب الحراجج وكل زحلق، والمرخ والعفار والعظاه والبشام والأثل ونبت الخربق، والرمث والخلة والسعدان والثغر والثر وشر وسن والسمسق وعوش. فهمت وابنك؟ لا هو الله يبارك قصير السلام شرحها شرحا في مجلدين كبير جدا عظيم جدا، هذا لو قدر عليه أحدكم فليعطي فيه 40 ناقة وليأخذه، فهو خير له من النوم. اسمه زهر الأفنان من حديقة ابن الونان، هذا صاحبنا اختصره أخذ منه لم يشرحه. المهم يقول: رفقا بها شفيعها هوادج من كل، يقول: من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عطاء ذات رونق، خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة المعتنق، وقل لربات الهوادج جلين آمنات فزع وفرق، فإنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة لدى وقت اللقي، لبنى وما أدراك ما لبنى بها، إلى آخره. وكلام طويل ثم نصائح: وحصل العلم وزنه بالتقى، وسائر الأوقات فيه استغرقي، وليكن قلبك له أفرغ من حجام صابات ومن لم يعشقي. إذا كنت لا تعرف قصة حجام صابات فما تدري ما يشير إليه الشيء. ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي، وفي الحديث النبوي: إن لم تكن كمثل البخاري فكن كالبيهقي، يعني إذا لم تكن كالبخاري فكن كالبيهقي، ما كنت كأن البيهقي محتاج للكرسي ويمضي في يعني في إلى أن يقول مدحا نفسه: وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كل أمير مرتقي، أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق، وأعلم الناس بدون مرية سيان من في مغرب ومشرق. كبيرة يا كبيرة، لكنه لا يترك هذا الدعاء، يقول لك في الأخير: سل تحقق. فأنت سل وقد أنصف الرجل، لا ينصف. طويلة هي وجميلة جدا، وهذه مازال الناس يحفظها.